أهلا أحبائنا، برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح. في كتير ناس عم تشعر بالإعياء والتعب. وعد الرب مكتوب: أعطي روح القوة، يعطي المعي قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة. اليوم رح أتكلم عن آية مذكورة في فيليبي، رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي، إصحاح 4 وآية 13. قال هذه العبارة: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. طبعا هو بيتكلم عن شخصيته، كيف تعود بالخدمة إنه يستفضل أو يستلم إلى آخره، لكن العبارة هي شاملة واسعة جدا. أستطيع بالمسيح الذي يقويني، لكن الآية بتقول أستطيع كل شيء، كل شيء في المسيح الذي يقويني. هاي عبارة قوية جدا. هذه العبارة تدل على الإيجابية، تدل على الثقة بالنفس، تدل على اختبار عميق، تدل على الضمان والاطمئنان، تدل أنه يثق في وجود إله حي وقريب مش بعيد، يتواصل ويتفاعل معه. كلمة أستطيع كل شيء إنها تشمل كل شيء. كم من الناس اللي عندها رؤى ولم تتحقق، كم من الناس اللي عندها أحلام لكنها ضاعت، وكم من الناس اللي عندها أفكار ومشورات لكنها لم تثبت، كم من الناس اللي على قلبها تعمل شيء لكن فشلت، كم من الناس اللي شافت الأمور الصغيرة كأنها جبال عظيمة، أو كما كان في العهد القديم قالوا كنا في أعينهم كالجراد وهكذا كنا في أعيننا، بيشوفوا أنفسهم صغار النفس. الشخص المختبر حضور الله وقدرة الله ووجود الله يستطيع أن يردد هذه الكلمات: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وهون بيتكلم عن القوة. هذه القوة لها مساران. أولا القوة على الاحتمال. الله بيعطي قوة نسبة مضاعفة إنه يحتمل اضطهادات، مواجهات، ولا سيما في نفس الإصحاح بتقرأ عن هذا الموضوع. فإذا قوة على الاحتمال، وهذا ما نحتاجه في هذه الأيام. نسمع كلمات الرب اللي قالها لبولس: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فإذا الرب بيعطينا قوة على الاحتمال. ثم هذه القوة بمعناها الأصلي دوناموس تعني طاقة، أو من ناحية أخرى ديناميت. الديناميت شيء متفجر، لكن هنا في السياق الحديث الله يعطي طاقة متجددة للاستمرار ولتحقيق الشيء الموجود على قلبنا. يعني بيعطينا منسوب نعمة وقوة معينة حتى تستكمل الشيء اللي أنت عم تتعامل فيه. وأنا عاوز أقول لكل واحد، أكيد في على قلبك شيء، يمكن أنت بتخدم الرب على قلبك لكن ابتديت تشوف العمالقة وابتديت تشوف الوديان وعم بتحس بالفشل وعم بتحس بالتعب وعم بتحس باليأس. تعال ردد هذه الكلمة بالإيمان، بالقوة، بقوة الرب: أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. إنها قوة الروح القدس. مكتوب: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. إنها قوة الإيمان العامل بالمحبة. نعم أحبائي، إنها قوة حضور الله وتأييد إلهي في حياتك لشيء خاص اليوم أنت عم بتمر فيه. صلى بولس لكنيسة أفسس في إصحاح 3 آية 16: لكي يعطيكم
أن تتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. وبآية 20 مكتوب من نفس الإصحاح: والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور. بغض النظر، محتاج قوة على الاحتمال، قوة للاستمرار، قوة حضور الله في وضع خاص ومعين بتمر فيه. استسلمت للمرض، استسلمت للضعف، استسلمت لمصيرك، استسلمت لأنه خلاص كل اللي حواليك خزلوك. شو رأيك اليوم تنتفض وتنهض وتقول بالإيمان وبنعمة الرب: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إنها ليست قوتي بل قوة المسيح التي تحل علي. إنها ليست قوتي بل قوة الروح القدس، الروح القدس الذي يعمل فيا، بأيدني في داخلي وبيعطيني أشوف بقوة حضوره إنه أتغلب على الظرف والأمور اللي بمر فيها. إذا أنت في الوادي، إذا أنت حاسس الدنيا كلها عمالقة أمامك، إذا أنت مصاب بشخصية مزدوجة، شخصية مش عم تصل لحل، متقلقل، مش عارف تأخذ رأي، تحتاج لقوة الرب. يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. صليها، قل له: يا رب أنا جاييك بضعفي، جاييك بألمي. صليها، قل له: يا رب أنا جاييك بفشلي، بهزيمتي، بعاري، بماضية الذي لا يشرف، لكي تحل علي قوة المسيح. قل له: يا رب تعال المسني بقوتك، المسني بقوة حضورك، واعطيني أستكمل الرحلة والمسير بنعمتك وبقوتك. إذا الكلمة لمستك من فضلك يعني شاركنا. وكمان بحب أنك تكون مرسل معنا وخادم وشاهد معنا. شو رأيك تعمل شير لهذا الفيديو؟ كان في شخص اليوم عم بمر في ضعف، محتاج يتشدد ومحتاج يتقوى. ربنا يباركك ويكافئ تعب محبتك.